سلام، كديري لاباس عليكم؟ اموركم هانيه. مرحبا بكم معايا فيديو جديد على قناتي وقناتكم رشيده بيوتي. اللي كيشوفوني لاول مره وباقي ما تابوناوش عندي في القناه، شنو كتسناو؟ تابوناو باش يبقى يوصلكم الجديد ديالي باش نكبروا العائله ديالنا. الفيديو ديال اليوم غادي نهضروا على النحافه الوراثيه. بزاف ديال الناس كيقولوا لاختي رشيده هضرينا على النحافه الوراثيه، اولا انا الجسم ديالي نحيف واش غادي يبقى هكا حياتي كامله بحكم انني هادشي يعني ورثاه من الاب ديالي ولا من الام ديالي. دونك فوقاش ممكن نقولوا باللي حنا كنعانيو من النحافه؟ اول حاجه كيخصنا نديروها هي نحسبوا مؤشر كتله الجسم. هي عمليه حسابيه بسيطه جدا، اي واحد ممكن يديرها. انا غادي نشرحها لكم دابا. اللي هي كنضربوا الطول في الطول، مثلا نقولوا انا في متر وستين، غادي ناخذ متر وستين غادي نضربها في متر وستين، غادي يخرج لي واحد العدد اولا واحد الرقم، غيخرج لي واحد الرقم. هذاك الرقم غادي ناخذو غادي نحسب به وغادي نشوف شحال كنوزن. مثلا كنوزن 60 45 40 50، المهم شوفوا نتوما شحال كتوزنوا وغادي تقسمي الوزن ديالك على هذاك الرقم اللي خرج لك ملي ضربتي الطول في الطول. الا كان قل من 18 فانت كتعاني من نحافه. الا كان هذاك الرقم اللي خرج لك 15 اولا قل من 15 فانت كتعاني من النحافه المفرطه. الا كان هذاك الرقم اللي خرج لك ما بين 18 و25 فالوزن ديالك مثالي. الا داك الرقم تعدى 25 فانت كتعاني من السمنه. الا تعدى 30 فانت كتعاني من السمنه المفرطه. غادي نعاود لكم مره اخرى بشكل مختصر بالنسبه للناس اللي ما فهمونيش. الطول في الطول تساوي النتيجه، وكناخذوا الوزن ديالنا مقسوم على ديك النتيجه تساوي كتله الجسم. يعني عمليه حسابيه اللي هي بسيطه بزاف. النحافه الوراثيه واش عندها شي علاج ولا ما عندهاش علاج؟ النحافه الوراثيه عندها علاج، يعني ماشي بشرط انها وراثيه غتبقى حياتك كامله ضعيفه او حياتك كامله نحيفه. لان تيكونوا مثلا العائله ديال الام الاصل ديالهم ضعاف اولا كيعانيو من النحافه، اولا العكس العائله ديال الاب اولا هما بجوج الاب والام كيعانيو من النحافه، فاوتوماتيكمون حتى الابناء ديالهم تيكونوا ضعاف اولا نحاف. يعني الجينات اللي كيتحكموا في هذا الشيء ديال الغلظ اولا الرق، والجينات كيتحكموا حتى في الحاله العصبيه ديال داك الشخص. مثلا كنلقى واحد الشخص اللي عنده بزاف ديال المشاكل، حياته مرونه، اول حاجه ملي تيكونوا عنده هاد المشاكل اول حاجه كتجيه البال هي الماكله، اوتوماتيكمون كيمشي كياكل واحد الكونتيتي اللي هي كبيره. وكاينين الناس اللي كتلقى عندهم مشكل صغير بزاف ما يستاهلش نهائيا، الشهيه ديالهم كتسد وكيبقاو بالجوع وما كيبغيوش ياكلوا اولا اصلا ما كيحسوش كاع نهائيا بالجوع، يعني الشهيه كتسد ليهم بزاف وهنايا كيطيحوا من الوزن ديالهم. على داكشي قلت لكم الجينات هما اللي كيتحكموا في الحاله العصبيه وكيتحكموا حتى في الوزن ديالنا. فالعلاج ديال النحافه الوراثيه اشنو هو؟ اول حاجه كيخصها تكون عند كلشي اللي مهمه وضروريه ثلاثه ديال الحوايج، ماشي غير في هذا الشيء ديال النحافه، في اي حاجه بغيتي ديريها في حياتك كيخص يكون عندك هاد الثلاثه اللي هو الصبر العزيمه والاراده. الا ما كانوش عندك هادو ما غتوصلي حتى لحاجه في حياتك نهائيا. كيف ما كانت خدمه اي 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 حاجه كيخص يكون عندك هاد الثلاثه هادو، دونك الصبر والعزيمه والاراده باش توصلي للمبتغى ديالك. الا ما كانوش عندك هادو دغيا غتملي وما غاديش توصلي، لان وحده كتعاني من النحافه الوراثيه والنحافه الوراثيه راه ماشي غير غادي مثلا تاخدي شي حاجه اليوم بغيتي غدا تزادي، لا كيخصك شويه ديال الخدمه شويه ديال الصبر شويه ديال المثابره باش كتوصلي للهدف ديالنا. ما غاديش تزادي بين ليله وضحاها، ضروري من واحد شويه ديال الخدمه. اول خطوه كنبداو بها هي كيخصنا نقويو العظام، يعني كنخدمو على الكتله العضليه، ماشي غير كنجيو ناخذوا اي حاجه غير باش نتنفخوا صافي، داك النفخ كيكون غير واحد اليومين من بعد كتفشي. لان الناس اللي عندهم النحافه وراثيه اي حاجه خداوها تقدر ما تزيدهمش اولا واخا تزيدهم كيكون غير النفخ فقط. الا فوا كتحبسي داك الشيء كتفشي بحال اللي عمرك ما درتي حتى شي حاجه، وهنا بحال اللي كتكوني كتخدمي على الخوا. يعني كيخصنا نبداو من الزيرو، كيخصنا نقويو العظام. باش غادي نقويوهم؟ فيتامين دي. فيتامين دي كيمتص لينا الكالسيوم من الامعاء للعظام، يعني كناخذوا فيتامين دي. اي فارماسي غادي تمشي غادي يعطيوك فيتامين دي. فيتامين دي راه كيخص اي واحد فينا ياخذو، لان اي واحد فينا راه ناقصو فيتامين دي باش نقول لكم. ولكن الناس اللي كيعانيو من النحافه المفرطه اولا النحافه الوراثيه ضروري من فيتامين دي، لان فيتامين دي هو اللي كيمتص لينا الكالسيوم من الامعاء للعظام، والعظام ديالنا كيتقواو. وتجنبوا المشروبات الغازيه لانها كتاثر على العظام. دابا غادي ندوزو للماكله والكونتيتي اللي كيخصنا ناكلو في كل وجبه، يعني الفطور الغداء العشاء.
غادي نشوفوا الكونتيتي وشنو كيخصنا ناكلو في كل وجبه. غادي نبداو بالوجبه ديال الفطور، هي وجبه اللي مهمه وضروريه بزاف، ما يمكنش لكم نهائيا تستغناو عليها. مازال واحد كيعاني من السمنه ماشي مشكل يستغني عليها، ولكن وحده نحيفه اولا كتعاني من النحافه الوراثيه ضروري من الفطور، ما يمكنش نهائيا ما تفطريش، لان كاين اللي كينوض مقهوم ولا كينوض الشهيه ما عندوش، ولا غير حاولوا تفطروا. اشنو كيخص يكون في الوجبه ديال الفطور؟ سمعوني وحلوا معايا ودنيكم مزيان. اول حاجه اللي ما تستغنيش عليها نهائيا هي 100 غرام ديال الخبز. هتقولي لي شحال فيها هاد 100 غرام ديال الخبز؟ هي هذيك الخبزه اللي كيعطيونا في العراس، هذيك الخبزه المدوره هكا اللي كتكون مويه ماشي كبيره وماشي صغيره، هي هذيك يعني الخبزه ديال العراس راها معروفه. اولا باغيطه غتقسميها على جوج، يعني غتاخدي النص ديالها، وكان احسن لا مثلا خديتي شويه اكثر من النص. هذه هي 100 غرام يوميا، ماشي مثلا تاخديها واحد النهار وغدا تعكزي تقولي راني خديتها البارح ما ناخذهاش اليوم، هاد 100 غرام ننقص شويه ولا ناكل غير شويه ولا لا. 100 غرام ديال الخبز يوميا في الفطور، 100 غرام ما يحيدها لكش الطبيب ديال الخبز الا بغيتي توصلي لواحد الوزن اللي هو مثالي. ماشي اليوم تاخديها غدا ما تاخديهاش، ولا اليوم تاخديها يومين تقولي عكزت وخليتها لغدا. كيخصكي واحد النظام غذائي، تبعي واحد النظام، داكشي اللي كليتيه اليوم تعاودي تاكليه غدا. 100 غرام ديال الخبز، ديك الخبزه ديال العراس راها كتبع في المخبزات، وكان احسن الا كانت بالدقيق الكامل. الا ما كانش ماشي مشكل، خذوا الخبز عادي ماشي مشكل، غير هو هذيك الكونتيتي كيخصكم تحافظوا عليها. شنو غادي تاكلوا مع هاد الخبزه اولا مع هاد نص باكيطا؟ غادي تاخذوا معها يا اما بيضه، من الاحسن تكون بيضه مسلوقه، من الاحسن الا ما كتعجبكمش مسلوقه ماشي مشكل قليوها، ولا مهم تكون بيضه، ضروريه تكون بيضه في الفطور مع 100 غرام ديال الخبز. ولا تاكلي داك الخبز مع زيت الزيتون، ولا مع الزيتون، ولا مع الفرماج، ولا مع الشوكولاط، مهم دوزي باش ما كيعجبك ماشي مشكل، باتاي بالحليب بالقهوه ما كاين حتى شي مشكل. ما نقولكش نقصي في السكر ولا زيدي في السكر، داكشي يكون عادي معتاد، لان الناس اللي كيعانيو من النحافه ما ممنوعش عليهم السكر، غير هو ما ديريش عاوتاني الحلاوه فوق القياس، السكر يكون هو هذاك الحد اللي غادي تقدي عليه وصافي. عكس الناس اللي كيعانيو من السمنه السكر كيخصهم، ما غاديش نقول لكم انا قطعوا السكر في خطره ولا ما ديروش ولا، المهم السكر كيخصو يكون ناقص بالنسبه للناس اللي كيعانيو من السمنه، لان السكر كما تنقولوا سم ابيض، يعني السكر والملح سم ابيض، من الاحسن الانسان ينقص منهم شي شويه. دابا فطرتي خديتي 100 غرام ديال الخبز، في الاول غادي تجيك شويه صعيبه القضيه، لان اصلا الناس اللي كيعانيو من النحافه الحجم ديال المعده ديالهم كيكون صغير، سي نورمال ما غاديش تقدي، ولكن بزي على راسك انك تاخذي هذيك 100 غرام اليوم وغدا بعد غدا صافي، غتلقاي راسك كتاكليها بلا ما تحسي، يعني الا ما كليتيهاش غادي تجيك شي حاجه ناقصه ولا ما شبعتيش ولا شي حاجه بحال هكا. كيخصكي تاكلي هذيك 100 غرام، غير حاولي ما امكن. كنهضر مع دراري وبنات صغار، سمحوا لي كنهضر مع الناس بزاف، ولكن حتى الدراري كيعانيو من النحافه، هما ضعاف هما بزاف الحوايج كيتواصلوا معايا، شكرا بزاف بعدا على المتابعه بالنسبه للدراري، كنشكركم بزاف. غير سمحوا لي كنهضر بالصيغه ديال المؤنث، ولكن ولفت هكا على داكشي. المهم ما عليناش، فطرتوا ساليتوا الفطور ديالكم مباشره، من بعد الفطور ضروري يكون عندكم دانون بيرلي، ماشي اي دانون تمشي تاخديه تقولي راه دانون بيرلي، كيكون غني بالسعرات الحراريه بالبروتينات والفيتامينات، غتاخديه مباشره من مورا الفطور. وضروري ما تاخدي تفاحه ولا بنانه ولا مشمش ولا اي حاجه اجافه، اي حاجه من مورا الفطور، وكان احسن الا خديتي تفاحه. انا نقول لك علاش غتاخدي التفاحه في الفطور، لان التفاح كيهضم الماكله، وإلا خديتيها مباشره من مورا الفطور غتحسي براسك بحال اللي هضمتي، بحال نقولوا التفاح بحال اللي كتاخدي شي سيرو ديال الشهيه، كيجيب لك الجوع لانه دغيا كيهضم الماكله. ها انت فطرتي خديتي بيرلي غتاخدي تفاحه، دغيا غادي تحسي بالجوع وغادي تضطري انك تعاودي تاكلي مره اخرى. دابا صافي فطرتي ساليتي، غتصبري ساعه، يعني خديتي التفاح بيرلي داكشي كامل اللي ذكرت، غتصبري ساعه ديال المكانه ولا ساعة ونص، غادي تعاودي تفطري. ما تشوفيش فيا، غادي تعاودي تفطري مرة أخرى، ما غاديش نقولك خدي 100 غرام ديال الخبز، لأن ما يمكنش، غتاخدي واخا غير طرف صغير ديري فيه الشوكولات ولا جبلي ولا أي حاجة عندك، ولا كونفيتور ولا أي حاجة، وغادي تعاودي تفطري بأتاي، ولا المهم كيكون واحد الفطور اللي هو صغير.
بالنسبه للناس اللي غير جالسين في الدار ما كيخدموا ما كيقراو راه مزيانه. الناس اللي كيقراو ضروري سدوا معاكم ما تاكلوا، لان كاينين الناس اللي كيجلسوا في الخدمه مده اللي هي طويله وكيبقاو بجوج تيقولوا حتى نمشي للدار عاد ناكل صافي. ملي كتمشي للدار كتلقاي النهار داز وما كليتي فيه حتى شي حاجه، يلا كتاكلي واحد جوج مرات ولا مره واحده وكتمشي تنعسي، يعني ما استفدتيش الجسم ديالك، ما خداش لي فيتامين اللي كيخصو ياخذهم، ما تغداش مزيان. لذلك الناس اللي خدامين ديو معاكم ما تاكلوا فشي ساك صغيوار ولا دابا راه كيتباعوا لي بواط هكا ديال الماكله، ديو معاكم ما تاكلوا واعتنيوا براسكم، ما تخليوش راسكم بالجوع، خصوصا الناس اللي ضعاف راه الجوع كيزيد 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 كيضعف بزاف. يعني ملي كتبقى المعده خاويه ما كتدخليلهاش الماكله راه كتزيد كتضعف بزاف، زعما كتزيدوا تضعفوا بزاف. وكاين اللي كياكل في النهار كياكل النهار كامل ولكن ما كياخذش الكونتيتي اللي كيخصها تتخاد، يعني كياكل غير شي شويه دغيا كيشبع، واحد جوج دغيمات كتشبعي، راه ما يمكنش نتيا كتعاني من نحافه وتاكلي ليا جوج دغيمات وكتنوضي، جوج دغيمات في الفطور، جوج دغيمات في الغداء، جوج دغيمات في العشاء وتنوضي. وحده ضعيفه كتعاني من نحافه وكتاكل جوج دغيمات وكتنوض وكتقولك انا باغا نغلط، راه فهمت الصطه، راه ما يمكنش نهائيا تغلطوا الا ما سبعتوش هذا الشيء اللي كنقول لكم. غادي ندوزو دابا للوقيته اللي كتبقى ما بين الوجبات، هذيك الوقيته اللي كتبقى ما بين الفطور والغداء، ما بين الغداء وكاسكروت، ما بين كاسكروت والعشاء كتسمى اللومجه. هذيك الوقيته ما كيخصش ما ناكلوش فيها، ضروري يكون عندك المكسرات، لوز، قرقاع، كاوكاو، شي 5 دراهم راه يدوزوا لك يومين. ضروري ما تبقاي تاخذي منهم لانهم كيكونوا غنيين بالسعرات الحراريه. غير اللوز بوحدو الا خديتو، خذوا غير اللوز، ما تاخذوا لا كاوكاو ولا شي حاجه، غير اللوز بوحدو غتاخذي واحد 20 درهم ولا 10 دراهم ولا غيدوز لك يومين 3 ايام. خدي واحد يعني كميشه واحد نقولوا واحد 10 الحبات بقيت تاخذيهم ما بين الوجبات، غادي الجسم ديالك غادي ياخذ بزاف ديال السعرات الحراريه وغادي تكوني ساهله عليك باش تزادي في الوزن. سمحوا لي كيدخلوا الناس، المهم كيف ما قلت لكم غتنقبوا ضروري من داك اللوز والفواكه يكونوا ضروريين هادو حتى هما تاخذوهم ما بين الوجبات. والماء، شربوا الماء، راه الماء زوين بزاف كينقي الجسم من السموم، ودغيا غادي زعما داكشي اللي كليتوه دغيا غادي تهضموه وتقدروا هكا باش تاكلوا اكل اللي هو زايد هنايا الحجم ديال المعده. ملي كتاكلي هاد الكونتيتي اللي كنقول لك وخصوصا ديك 100 غرام ديال الخبز، الحجم ديال المعده كيوسع شويه بشويه والمعده ديالك كتطلب لك ماكله اكثر من المعتاد، يعني كتولي تاكلي اكثر من اللي كنتي كتاكلي قبل. داكشي كيجي بلا ما كتحسي به انتيا، يعني ملي كتكوني يوميا كتولفي المعده ديالك على ديك 100 غرام ديال الخبز فهنايا هي اوتوماتيكمون كتطلب لك اكل اللي هو زايد. دونك كيف ما قلت لكم ما بين الوجبات ضروري يكونوا المكسرات، الفواكه وشرب الماء. دابا وصلنا للغداء، الغداء كيخصو يكون غني بالالياف والبروتينات، وحاجه اللي مهمه وضروريه هي السلطه ولا الشلاضه، ولا ضروري كيخصها تكون كتدي بها هي الاولى، غير ديك الشلاضه العاديه، ما نقولكش انا ديري شي شلاضه ما عاد كي دايره، هذيك الشلاضه العاديه ديال الخيار وهذا ومطيشه، المهم راكم عارفين ديك السلطه المغربيه، ضروري كيخصها تكون تبداي بها هي الاولى. وعاد دوزي كولي اي حاجه كتبغيها انت، ما غاديش نقول لك انا ما غاديش نشرط عليك نقول لك هاد الماكله هي اللي كيخصها تحط بالضبط، انت حطي اللي كتبغي، ولكن ضروري من البروتين. البروتين كنلقاوه في اللحوم، في الدجاج، في السمك، بزاف ديال الحاجات كتلقاي فيها البروتين. دونك حاولوا ما امكن انكم تكثروا من البروتينات بزاف، لانهم كيلعبوا دور كبير ودغيا كيزيدوا في الوزن. الكونتيتي اللي غتاكلو هي ديك 100 غرام عاوتاني ديال الخبز، 100 غرام ديال الخبز كتاكلوها في الصباح في الفطور وفي الغداء وفي العشاء، 100 غرام ديال الخبز هذه ما يحيدهاش لكم الطبيب، ضروري تاكلوها باش هنايا المعده ديالكم كتزيد كتطلب لكم اكل اللي هو بزاف. الا كنتو ما درتوش شي حاجه اللي كتكال بالخبز، مثلا درتو لي بات، لي بات راه كتعادل 250 غرام يعني من الخبز، الا خديتو لي بات غتاخذوا 250 غرام. الزلافه كتكون عامره بلي بات مع فرماج وكذا، راكم عارفين داكشي كيزيد في الوزن، ضروري تاكلوها تكون عامره مزيان. ونسيت ما قلت لكمش ما بين الوجبات الا كانت عندكم اللحسه خذوها، ولكن اللحسه كنقولها وكنعاودها تكون طبيعيه، الا ما كتعرفيش شي وحده كديرها طبيعيه مليار الف في المية بلا ما تاخديها، اللحسه كتكون طبيعيه وتكون فيها بزاف ديال المكونات، يعني تكون مقومه فيها بزاف ديال الاقوام. ممكن انكم تستغناو على داك اللوز اللي كنت قلت لكم وتاخذوا اللحسه، معلقه ديال اللحسه، واللي بغى ياخذ عليا اللحسه انا غادي نخلي لكم النمره هنايا
مرحبا والف مرحبا. النمره ديال الواتساب دخلوا عندي الواتساب، راه الحصه اللي زوينه بزاف وبزاف ديال الناس كياخذوها عليا، وكنبغي نشكرهم بزاف اللي خطيهم، وكاينين الناس اللي كياخذوا كيعاودوا ياخذوا كيعاودوا ياخذوا عليا اللي خطيكم عليا، شكرا بزاف بزاف. المهم اللي بغات الحصه اللي مقومه وامنه، ممكن المراه المرضع تاخذها، الدراري الصغار الرجال اي واحد ياخذها، ها هي النمره هنايا الا كانت عندكم كيف ما قلت لكم، اولا تقدروا تطلبوها ولا تكون عندكم وخذوها ما بين الوجبات، معلقه من مورا كل وجبه راه زوينه، كتكون غنيه بالسعرات الحراريه، ولكن قلت لكم تكون مقومه ماشي اي خلطه كنسميوها الحصه كيف ما قلت لكم شحال هادي. دابا وصلنا للعشاء، العشاء حتى هو ما غاديش نفرض عليكم نقول لك شنو تاخذي ولا شنو تاكلي ولا شنو طيبي، اي حاجه عندك اي حاجه كتعجبك خديها، بشرط انك تاخديها مع 100 غرام ديال الخبز، ولا كانوا لي بات 250 غرام، والفواكه وشرب الماء. وانا متاكده متاكده مليون في المية، والفواكه راه قلتها لكم، متاكده مليون في المية انكم الا تبعتوا هاد الطريقه اللي قلت لكم غير شهر شهر فقط غادي تلاحظوا واحد الفرق كبير. اول حاجه بعدا كتلاحظوا الفرق في الوجه ديالكم، كديروا الحنيكات الوجه ديالكم كيعمر، راه كتشدي الصحه ديالك على الصح، انا متاكده مليون الف في المية. تبعي هاد الشيء اولا تبع هاد الشيء اللي قلت لكم وغادي تلاحظوا الفرق، والفرق اللي هو زوين 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 بزاف، وكتولي تاكلي مزيان والشهيه كتفتح ليك، والحجم ديال المعده حتى هو كيوسع، وكتولي تاكلي مزيان، وهذا الشيء غادي تولفوا عليه. ما تقولوش لي لا ما نقدرش على 100 غرام ديال الخبز، قسما بالله العلي العظيم الى غير يومين ولا 3 ايام يعني متابعه كليتي ديك 100 غرام في الصباح ونص النهار وبالليل يعني فطور وغدا وعشاء 3 ايام تولي تاكليها بلا ما تحسي، مع الفواكه وشرب الماء وديك التفاحه ضروريه، التفاح راه كيهضم، انا كيعجبني بزاف لانني واخا كنكون كليت وشبعت كناكل التفاح دغيا عاود كيجيني الجوع وكنعاود عاوتاني ناكل. تبعوا هذا الشيء اللي قلت لكم بالحرف، وانا متاكده انكم غادي تجيو وغادي تشكروني. ما تبقاوش اي واحد قال لكم شي حاجه تسمعوا ليه وتمشيو تاخذوها، اولا هذا سير وهذه كاينه ديال الضيقه، هذا ما عرفت شنو، داك الشيء راه غير مهلكه ديال الصحه. راه الماكله شتي الماكله كتلعب دور ديال 80%، الا ما كتاكلوش عمركم ما غادي تزادوا، الا ضعاف ومثلا خدامين ولا كتقراو وما كتاكلوش وكتبقاو مده طويله بلا ماكله قسما بالله لا تزاديتو. راه واخا تجي تقولي وا في الليل غادي نجي ناكل مزيان حيت النهار كامل ما كليتش، لا واخا تاكلي مزيان بالليل ما غتقدري حتى شي حاجه، لان الاكل ديالك ما منظمش، ما كتاخديش الكونتيتي اللي كيخصها تاخذ يوميا وبانتظام. الا خديتوها بانتظام انا متاكده انكم غادي الوزن ديالكم غادي يتغير وغادي يعجبكم الحال. الا ما خدمتيش على راسك، الا ما صبرتيش، الا ما كانتش عندك عزيمه واراده، كذلك الناس اللي كيعانيو من السمنه، الا ما درتيش السبور، الا ما درتيش الريجيم، الا ما تبعتيش واحد النظام غذائي عمرك ما غادي تضعفي نهائيا. وحتى الناس اللي ضعاف حتى السبور راه مفيد بزاف، لان السبور شي حاجه مهمه لا بالنسبه للناس اللي كيعانيو من النحافه لا بالنسبه للناس اللي كيعانيو من السمنه، ضروري من السبور. هادشي اللي كاين الغزالات ديالي، نتمنى ان الفيديو ديال اليوم يكون نفعكم ويكون خفيفه ظريفه على قلوبكم، واللي بغى تتبع هاد الروتين هذا تكتبها ليا في الكومونتير، عافاكم كتبوها ليا في الكومونتير اللي غتبع هاد الشيء اللي قلت لكم، راه مفيد 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 بزاف لواحد الدرجه راه ما تصوروش. تبعوا هاد الشيء وانا متاكده انه غادي يعجبكم الحال. تهلاو لي فراسكم مع فيديو جديد، السلام عليكم.